بجولة على المحلات التجارية وذلك بخصوص ما جد من سرعة انتشار وباء فيروس كورونا داخل مدينة كاباو. وجدنا العديد من المخالفات على ارتداء الكمامات، على وجود المعقمات داخل المحلات التجارية. تم قفل العديد من المحلات التجارية وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، كما تم إحالتهم داخل المركز وذلك بشأن مخالفتهم مخالفات فورية وعمل لهم تعهدات. ومن هنا نشكر كافة الأهالي الملتزمين بهذه الاحترازات، وننصح الناس اللي مش ملتزمة أن هي لازم عليها تلتزم، لأن الوضع أصبح مأساوي، أصبح خطير، الوضع أصبح في تزايد.